أكد سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية خلال زيارته التفقدية إلى مركز سترة للأسر المنتجة ومجمع العاصمة لمنتجات الأيدي البحرينية، أكد حرص الوزارة على مواصلة تمكين الأسر البحرينية المنتجة عبر توفير مختلف أوجه الدعم الملائم لهم. هذا وتحظى الأسر البحرينية المنتجة بدعم حكومي كبير جعل من المنتج البحريني منتجا منافسا في الأسواق المحلية والخليجية ومكنه من الاستمرار والثبات في الأسواق. تحظى الأسر البحرينية المنتجة في مملكة البحرين بدعم لا متناهٍ لتمكينها من خلال مجموعة برامج تقدم بشكل خاص للأسر المنتجة لدعم وتطوير أعمالها المبدعة وما تملكه من مواهب ومهارات في صناعة الحرف اليدوية والأعمال المنزلية الصغيرة، وذلك من خلال تقديم الدعم اللازم والتدريب والتمويل المناسبين إلى جانب خدمات الدعم الأخرى مثل التسويق والترويج وتعزيز الإنتاجية لديهم لصناعة المنتوجات اليدوية وتوفير حزمة من التسهيلات الحكومية الجاذبة وتيسير كافة الإجراءات الرامية إلى تعزيز دعم هذه المشاريع، بالإضافة إلى تذليل كافة العقبات التي تواجه أصحابها. ودائما ما تشيد حكومة مملكة البحرين بمثل هذه الممارسات التي تعد عنصرا مساهما في تنمية المجتمع ولدورها الجوهري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما في مجال تعزيز الابتكار والإبداع. وتعد الأسر البحرينية المنتجة إضافة نوعية للإسهام في نمو الاقتصاد الوطني، لذا فإن مملكة البحرين حريصة بشكل مستمر على منح رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر المساحة الكافية والتسهيلات اللازمة للمساهمة في النمو الاقتصادي والتوسع في نطاق عملهم بما يسهم في التقدم والنماء والمحافظة على الحرف التقليدية لكونها موروث شعبي تتناقله الأجيال.